زعلية شكرا يا عينية شكرا ايش ايش كان امل حاجه ان الحاجه اللي كتخرج من القلب كتوصل للقلب ومادمنا في هذه المدينه الجميله ومادمنا جينا لهذه المدينه الكريمه برجالاتها بناسها بمناضلين ديالها إنا ونحب هذه المدينه وهذه المدينه دائما كتشهد تظاهرات جميلة جدا تظاهرات في المستوى يعني في كل حاجة دارتها بالمدينة ولكن المدينة كديرها برجالاتها فالوقت اللي سي اسماعيل هلال عيط لينا وقال لنا نحضروا ما بقيناش كانت نقشوا بزاف بل قبلنا الدعوة وقبلنا كما تقولوا العزومة وقبلنا أننا نجيو نساهموا هاد الانطلاقه الثالثه ديال التخييم ديال الاطفال لان الاطفال هما رجال الغد هما المغرب المستقبلي فدائما كنا كنساهموا في الرعايه ديالهم من المخيم من الدراسه من التكوين وهذا ماشي غريب على هاد الناس القائمين على هاد التظاهره راه ماشي سهل كل ما كان داكشي في القلب ما يخرج لهاد الحج الوجود فتحية لكم وتحية القائمين على التظاهرة وتحية لسي اسماعيل اللي مفاتيح دائما كيدير شي حوايج اللي جديدة اللي مهمة اللي كتدل على المغرب القح فتحية لكم شكرا للأحلام وشكرا لمغاربة نيوز على الاستضافة فاحنا الآن موجودين بمدينة بناس مدينة الإسماعيلية في الرحلة الثالثة للأطفال بالمخيمات كاين البعض اللي جا من الدار البيضاء وغادي لإفران وكاينين اللي غادي من كناس غادي لهرهورة فتنقول للدراري والأطفال كاملين كنقول لهم بصحتكم وراحتكم من بعد الجائحة ديال العامين فكنتمنى على الله أننا العام الجاي نقوموا برحلة أخرى وأطفال أخرين إن شاء الله بحول الله فتحية الناس ديال مكناس وتحية المشرفين على هذا البرنامج كاملين وعلى رأسهم الأستاذ الكريم سي اسماعيل الهلالي اللي دائما كيفاجئنا بالحاجات الزوينين فتحية ليه وكنقولوا ليه شكرا ليك سي اسماعيل والعقوبة العام الجاي إن شاء الله الله يخليك لهذه المدينة اللي انت تبارك الله عليك كتخدم بواحد الشكل اللي هو عجيب جدا وشكرا وشكرا للناس ديال مكناس تحياتي السلام عليكم احنا سعداء باش نتواجدوا للانطلاقه الثالثه من عمليه المخيمات الصيفيه واللي احنا كنتواجدوا دابا حاليا بمدينه مكناس وحضرنا مع الاطفال وهذا الشيء يفرح جدا اننا كنشوفوا يعني الابتسامه على المحيا ديالهم وانهم فرحانين من بعد هذه الغيبه اللي طالت يعني ما يفوق سنتين لعام الجائحه فتحيه للمشرفين على هذه العمليه ديال المخيمات الصيفيه المجاوره لمدينه مكناس بما في افران ايميلشيل خرزوزه يعني مناطق جميله جدا تحيه لهم تحيه للسي اسماعيل الهلالي اللي كيشرف بدوره بتنسيق مع الاطر ديال الشبيبه والرياضه على هذه العمليه اللي كدوز في اجواء جميله ومريحه وسعيد جدا اني كنتواجد مع ثله من الفنانين والفنانات المغربيات اللي انا كنحبهم وكنعشقهم واللي كنعزهم سيدي الحاج فلان ولالا فليفله زهور سليماني وخديجه عدلي الرائعه تبارك الله عليكم دامت لكم الافراح والمسرات. السلام عليكم انا جيت سعيده اليوم كنت واجد في مدينه مكناس مع الفنانين جمال العبابسي الحاج فلان زهور سليماني لانطلاقه الفوج الثالث للمخيمات الصيفيه لهاد الاطفال اللي كيتراس وكيقوم بهاد البادره المناضل والصديق اسماعيل الهلالي فتحيه لجميع الناس اللي قاموا
وساعدوا ووقفوا عن بعد وعن قريب. تحية لجميع الأمهات اللي تهم كانوا حاضرين معنا اليوم والأطفال، كنتمنى لهم إن شاء الله رحلة موفقة ومخيم جميل جدا. تحية لجميع الناس اللي قاموا بهذا الانطلاقة ديال المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني للتخييم الموسم 2022، واللي جاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار عطلة وترفيه. اليوم بالمناسبة يشاركوننا الفرحة والسرور لهذا الأطفال المشاركين في هذا في هذه المرحلة التخييمية في محطة العبور لمدينة مكناس، اللي غيتم هذا الأطفال النقل ديالهم إلى المخيمات الصيفية اللي هي بن صميم، خرزوزة، وراس الماء، الحجب. هذه كلها مخيمات صيفية غيتم العبور ديالها بواسطة الحافلات النقل لهاد المشاركين اليوم الأطفال. اليوم كيشاركونا بعض الفنانين وبعض الممثلين اللي كان من هذا المنبر كنوجه لهم الشكر، اللي في الصراحه بعد الاتصال بهم ادوا الدعوه وقبلوا الدعوه ديالنا على اساس الحضور للمشاركه فرحه لهاد الاطفال. اليوم الممثلين او الفنانه ديالنا المغاربه اللي الرواد ديال التمثيل اللي كيشاركونا داخل مدينه مكناس، فشكر لهم وصول. كذلك شكر للمديرية الإقليمية للشباب برئاسة المدير الإقليمي اللي تاهو بدوره عطانا واحد الترحاب اللي بمعية الأطور ديال المديرية. كذلك نشكروا جميع الإخوان الناقلين اللي وفروا لنا الحافلات اللي غادي يتم نقل هاد الأطفال الوجهه المعينه لهم. كذلك حنا بالمناسبه دائما كنشرفوا على هذا النقل ديال النقل التكميمي بخصوص العطله الصيفيه للمخيم الصيفي. هذه السنه ان شاء الله اللي هي تخصص لها عده حافلات اللي غادي تقوم بنقل ديالها.